تأمل أحب ذاتي مع طفلي الداخلي. لكل واحد فينا طفل داخلي. هذا الطفل الداخلي في عنده حب فضول، وأحياناً هذا الطفل الداخلي بيكون مبسوط أو زعلان، وانبساطه وفرحه وابتهاجه أو زعله وحزنه وتعاسته كلها من ذكريات من طفولتنا مخزنة بأعماق أعماقنا بعقلنا الباطن. بهذا التأمل حنروح رحلة ممكن نلاقي فيها الذكريات، ومهما كانت هذه الذكريات تقبلوها. وقبل ما نبلش التأمل أنا وياكم بدي أحكي ملاحظة مهمة. الطفل الداخلي للين بيختلف عن اليانغ. بالنسبة للين، الطفل الداخلي قبل التشافي بيكون طفل مشاغب غير ناضج، بده كل شيء جاهز على البارد المستريح، ويعني وكل شيء زيادة عن اللزوم، بيكون مدلل يعني. وبعد التشافي بيكون منظم وناضج وبيعرف شو بده ومسؤول عن حاله وعن حياته. أما الطفل الداخلي لليانغ قبل التشافي فهو طفل محبوس بسجن، عاطفته مكبوتة، حتى دمعته ما بتنزل، ما بيظهر ضعفه، بينجرح وبينحرج من إنه يظهر عفويته. يعني إذا بيظهر عفويته بينحرج كتير، بيكون محرج وصعب إنه يطلع طفله الداخلي، وضحكته مش دايما بتطلع، عشان هيك بيكون جدي معظم الأوقات. أما بعد التشافي الطفل الداخلي بيكون مبسوط وبصير مرح، بحب الضحك والمزاح المعقول، وما بيخجل إنه يبين ضعفه. الآن جهزوا حالكم وقعدوا بمكان هادي ومريح، ويفضل طبعا بإنه تكون الإضاءة خافتة عشان تسترخوا، وغمضوا عينيكم بهدوء. دائما صوتوا يعني المفروض تكونوا حافظين الدرس، التنفس الشهيق والزفير من الأنف ومن البطن. إن شاء الله لما ببين وجهي بالمرات القادمة اللي بيعرف التنفس البطني هو بيحكوا له كمان التنفس البرانا، بورجيكم إن شاء الله إنه بيكب التنفس الشهيق بتطلع بطنكم لبرا مع الزفير، يعني حتى مع حبس النفس بتخلوه لبرا ومع الزفير بتدخلوه لجوا، وحيكون برضو 7 مرات، الشهيق 3 ثواني، حبس النفس 6 ثواني، والزفير 9 ثواني. يلا جهزوا حالكم وقعدوا بوضعين مريحة. شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5 6، زفير 2 3 4 5 6 7 8 9، شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5 6، زفير 2 3 4 5 6 7 8 9، شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5 6، زفير 2 3 4
خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، شهيق اثنين ثلاثة، احبسوا النفس اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، زفير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، شهيق اثنين ثلاثة، احبسوا النفس اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، زفير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، شهيق اثنين ثلاثة، احبسوا النفس اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، زفير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، آخر مرة شهيق اثنين ثلاثة، احبسوا النفس اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، زفير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. رجعوا الآن تنفسكم لوضعه الطبيعي. الآن بلشوا تخيلوا أو حسوا حالكم داخل زهرة لوتس كبيرة كتير كبيرة، واسمحوا لجسمكم كله بالاسترخاء، وتخيلوا أو حسوا بتلات زهرة اللوتس بتلف حواليكم وبتغمركم، يعني زهرة اللوتس هيك كأنها بتسكر على جسمكم وبتحسسكم بالأمان والاسترخاء من راسكم لرقبتكم ولأيديكم ولبطنكم ولأجريكم، انتوا بأمان وكل شيء تمام وانتوا بمعية الله وحفظه. الآن بالنسبة للين، لجماعة الين، تخيلوا أو حسوا حالكم بغابة وشوفوا حالكم بتملككم حب الفضول والمعرفة، وشوفوا طفلكم الداخلي وشوفوا كيف وضعه، هل هو مبسوط أو زعلان، واحكوا معه وشوفوا شو بيطلب، ممكن شو بيطلب منكم، يعني ممكن مثلا بيحكوا لكم انكم تداوموا على تعلم لغة معينة او تلونوا لوحات معينة او على عزف آلات معينة او ترسموا لوحات معينة. اسمعوا لقلبكم شو بيحكوا لطفلكم الداخلي. اما اليانغ، تخيلوا او حسوا حالكم بساحة العاب وشوفوا طفلكم الداخلي وشوفوا كيف البهجة بتكون سيد الموقف او لا، فممكن انه تكون ما تكون البهجة تكون سيد الموقف، فشوفوا انتو كيف وضعكم مع طفلكم الداخلي، فممكن طفلكم الداخلي كمان انه يحكوا معكم ويقترح عليكم شو بده منكم، مثلا انه تروحوا على حمام سباحة
أو تعملوا مساج بسبا بمنتجع، أو تعملوا مناكير وبدكير بالنسبة للستات، أو بالنسبة إذا اللي بيسمعني بيعمل من الرجال إنه بيعمل هايكينج مثلا، هوب الله هوب تسلق الجبال. فجماعة الين واليانغ رح أترككم مع طفلكم الداخلي 5 دقائق، خدوا وقتكم معه لأنه هذا هو حب الذات. طفلكم الداخلي محتاج منكم الحب، فطفلكم الداخلي جزء من ذاتكم.
الآن رجعوا وعيكم للغرفة اللي انتو فيها، وحركوا أصابع إيديكم وإجريكم بهدوء، ولما تكونوا جاهزين فتحوا عينيكم، وكل فترة وفترة تواصلوا مع طفلكم الداخلي، ولا تنسوا لأنه محتاج منكم العطف والاهتمام والدعم وأهم شيء الحب.